السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المغربي مزراوي، وين قال قادرون على الفوز بكأس العالم، ولماذا لماذا لا علاه غادي انا غادي نستعجب ولا ما نستعجب؟ ما والو ما نستعجب، ما والو، يعني ما قضية نورمال. السعودية فازت على الأرجنتين، الأرجنتين قوية، الأرجنتين ماشي قوية، هذه هي ماشي قوية. حنا سورتو حنا منا تاع شمال إفريقيا، كي نلقاو فرنسا ولا نلقاو ليزيكيب الكبار، والله العظيم لا ناكلوهم، والله لا ناكلوهم، ناكلوهم. يعني والله لا قال كلمة مزراوي، قال كلمة في قلبي اللي بدا نقولها أنا هذه، قال كلمة قادرين عليها. وعلاش لا قادرين عليها؟ كأس العالم قادرين نجيبو، يعني نفوتو، يعني خطوة بخطوة قادر عليها، خطوة بخطوة. وين عبر نصيري مزراوي مدافع المنتخب من نقولو بلي المدافع الأقوى في إفريقيا والمنتخب المغربي عن سعادته الكبيرة بالفوز على كندا والتأهل إلى الدور الثمن النهائي من مونديال قطر، مشير إلى أن الطريق لا يزال طويل من أجل تحقيق الأهداف والتي جاء المنتخب المغربي إلى قطر من أجلها. خاطش ما عندهمش دوزيام تور، المغرب انتوماكم غالطين، هما دوزيام تور والله ما عندهم، عند المسؤولين وعند المدرب ماشي دوزيام تور، والله ما دوزيام تور. انا نقولكم والله لا دايرين لوبجيكتيف تاعهم دومي فينال كارد فينال، انا نعطيكم الرسمي، ويمشوا خطوه بخطوه، يمشوا خطوه بخطوه. انا اللي كنت نقولكم انا نتبعهم، نتبعهم مليح. يعني المنتخب هذا منتخب لا يستهان به، منتخب قوي جدا، منتخب لا يستهان به. هذه باش يكون في علمكم، يعني منتخب قوي، منتخب يعني وين نقولوا نشوفوا بلي غادي نشوفوا كما قال هو، يعني لازال طويل. وين نقولوا بلي بعد التأهل للثمن النهائي من مونديال قطر، مشير إلى أن الطريق لا يزال طويل من أجل تحقيق الأهداف والتي جاء المنتخب المغربي إلى قطر من أجلها. وتحدث مزراوي في تصريح خاص لموقع بعد نهاية مواجهة كندا، من مواجهة كندا، وقال الحمد لله أننا تمكنا من تحقيق التأهل للمرة الثانية للدور الثاني من كأس العالم في تاريخ المغرب. أنا سعيد جدا، خاصة أننا أسعدنا الشعب المغربي يعني حول العالم وكل المسلمين والعرب. يعني شوف كيفاش يقولك أسعدنا، يعني المنتخب الشعب المغربي وكل المسلمين والعرب، ينطق لك بالمسلمين والعرب، هذه هي. انا قلت لكم نهار الاول، قلت لكم يا ودي انا ما كاش بلادي غادي نسيبورتي المغرب، نسيبورتي منتخبات عربيه، بصح شي لا راني مراهن على المغرب، المغرب اللي غادي تفرحنا. مش قضيه نطيح من القيمه تاع تونس، لا ما نطيحش من القيمه تاع تونس، ولا نطيح من القيمه تاع السعوديه، ولا ناصرناهم بغيناهم يربحوا، الله غالب. بصح المغرب يعني المغرب، انايا ما نكذبش عليكم، قلت لكم انا غادي ناصر المغرب، يعني ما غاديش ناصر منتخب فرنسي، انا ما غاديش ناصر منتخب فرنسي، ما ناصرش انا الالمان، ما غادي ناصر حتى ايكيب، غادي ناصر المنتخب المغربي. عندي الافارقه بقاو زوج في الدور الاول، ماذا بينا نكونوا بكثافه في الدور الثاني، ماذا بيا غانا كاميرون، علاش لا، علاش لا، ماذا بيا راه معنا زوج في الدور الثاني، نزيدو نشوفو بالك غانا والكاميرون ان شاء الله بربي، علاش لا، ما نحقروش روحنا، ما نحقروش روحنا، والله ما نحقرو روحنا، انا ما نحقرش، انا خاطش عليه. عالم كرة القدم مليء بالمفاجآت، عالم كرة القدم مليء بالمفاجآت، اللي ما يعرفش كرة القدم، شوف اللي ما يعرفش كرة القدم يحسب باللي صايك هي صايك، لا، عالم كرة القدم، عالم المستديرة مالي، يعني مالي بقول معايا مالي بالمفاجآت. وانا ينقارع للمغرب يكون الحصان الأسود في هذا الدورة، وسوف يعمل المستحيل لإسعاد الشعوب العربية المسلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي. وفي رده على السؤال حول هدفه وطموحاته في المونديال، رد مزراوي قائلا: هدفنا كل شيء ممكن في كرة القدم، هذه هي، أنا مؤمن بما أقوله، يجب أن يكون حلمنا كبير، ويجب أن نثق
بالله ويمكننا الفوز باللقب كأس العالم. لقد فزنا على منتخبين كبيرين في الدور الأول ويمكننا أن نحلم. يعني عنده الحق، عنده الحق لاصا برومي مع 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 زوج تاع المنتخبات كبار، عنده الحق. ما خسرش مع كرواتيا وكان قادر يربح كرواتيا. نقول لكم كلمة، كو كان المغرب محتاج البارتية تاع كرواتيا والله لا فازها. شوف النهار الاول، النهار الاول قدام لا تبدا كوب دي مونديال ربي بثلاث ايام ولا شنو كنت نقول لكم؟ قلت لكم كو يجيبوا ماتش نيل برومي ماتش يربحوا لا بلجيك، وقلت لكم يربحوا 2-0، يربحوا لا بلجيك 2-0 ويربحوا كندا تبقى لهم كندا يضموها ويفوتوا. وصح صح. وفي تصريح اخر وجه اللاعب بايرن ميونخ الالماني الشكر للجماهير المغربيه والعربيه، وقال اشكركم على دعمكم لنا، لم يتوقفوا عن التشجيع في كل مباراه، كانوا لاعب رقم 12 بالنسبه لنا. يعني سعيد جدا لاننا اسعدناهم اليوم يعني امام كندا. وحول المنتخب الذي يأمل مزراوي مواجهته في الدور المقبل أجاب قائلا: في الحقيقة لا أظن أن هناك منتخب ضعيف في المونديال، لهذا لا أفكر في المنتخب الذي سنواجهه في الدور الثاني. فزنا على بلجيكا وكندا وتعادلنا أمام كرواتيا، هذا منتخبات كبيرة، لهذا لن أفكر في هوية الخصم المقبل. هذا هما الكبار، هذو هما الكبار. شو اللي يكونوا مدربين؟ ما يخلع قدامهم، ما نخلعوا من لوكاكو، ما نخلعوا من ديبرين، ما نخلعوا من هازار، ما والو، قاعد يقسموا فيه نورمال، ما خل ما على بالهم حتى بواحد. راك تشوف خاطر لا كل يوم يشوفوا قدامهم في الاستاد، يشوفوا قدامهم وعندهم احلام تاع تاع من الصغر مع تربوا، يعني دخلوا في اكاديميات مع كيما نقولوا حنايا مع لي بريزيليا، مع بريزيلي مي تقول له يقول لك ندي نكبر ندي كوب دي موند، هذا فين كبرت معاه يقول لك نكبر ندي كوب دي موند، يعني منتخب يعني عالمي، منتخب المنتخب المغربي منتخب عالمي، منتخب كبير، منتخب كبير. يعني تشوف كيفاش دراري صغار هذو، واحد كيما حكيمي عنده 23 سنه سي محمد، واحد كيما مصراوي غوريان، واحد كيما غير ناصيري، ناصيري مركا البنك يوسف ناصيري، فاني غوريان وهذوك دراري كاع دراري كاع دراري، هذو كاين مرابط وكاين صحه كاين شويه كبار، بصح الاخرين كاع دراري، منتخب كاع دراري كاع كاع. هذاك مرابط هذاك ماشي هنا، ماشي هنا سبيكادور، مي يبدا يدور لك سبيكادور سبيكادور، الشيطان راه الاخر تا المذاكية قتلوا لي ستار، لي ستار، واحد كيما زياش ستار، زياش ستار ما يسمح لكش تغلط قدامه، ما يسمح لكش تغلط يملكي لك، كي تغلط يملكي لك، ما يسمح لكش ما يتسامحش معاك. غارديا غلط تعطاها جاب يعطيها صاحبه، راحت عند عند أحل عند عند الاخر عند زياش من 30 متر و 66 سنتيم، حسبوها له الرجاله من 30 متر و 66 سنتيم، يعني اول لاعب عربي سجل يعني في ثلاث دقائق و 30 سكوند، ثلاث دقائق و 30 سكوند ماركا بنت، تما أول عربي وقيلا ولا إفريقي ماركا الهدف يعني في كأس العالم، أول عربي وأول إفريقي ماركا يعني أسرع هدف في كأس العالم، وزيد منين؟ من 30 و 33 سنتيم في الدقة. شوف كيفاش، على هذيك نقول لكم بلي يا ودي هذو منتخبات يعني منتخب كبير، منتخب اللي راه يشرف يعني في العربي يشرف نقولوا في المنتخبات العربيه، يعني الحمد لله يا ربي نقولوا بلي حنا الحمد لله يا ربي ورانا نشوفوا يعني كرة القدم، يعني كرة القدم الإفريقية في تطور مستمر، في تطور مستمر، يعني في تطور يعني مركز زعاقة، هذه هي هي المهم. راك تشوف كيفاش، انا فرحان، انا فرحان من قلبي ما نكذبش عليكم، انا راني فرحان لخاوتي من قلبي، مانيش نحذر ولا حاجه، من نهار الاول انا نقول لكم انا كمناصر تاع منتخب فانيك نادي الرجاء، فانيك في القلب الرجاء، فانيك في القلب. زيد المنتخب المغربي غادي قلت لكم الناصر المنتخب المغربي، انا ما غاديش الناصر منتخب فرنسي ولا الماني ولا انجليزي ولا ما كاش ما كاش تعصب، احنا فين نديروا التعصب يا خويا؟ انا نبغي ود بلادي، هذه هي، نبغي ود بلادي، نبغي جاري متالي كاع، تونس المغرب المالي النيجر جوارينا ليبيا العرب كل العرب والافارقه، هذه هي متالي كاش زعقه، كاش كاش كاش، لازم نتعلموا.
لازم التعلم هذه كاش. ما تنسوش اعطونا جيم كومنتير، بارطاجونا الفيديو، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. سعيدكم.